شو بتقول أفلاك بشهر حزيران جون يونيو لمواليد السرطان؟ عزيزي بحياتك الشخصية شو بتقول أفلاك؟ مثل حياتك المهنية كمان الحياة الشخصية تبدو تغييرات حاضرة ويمكن تربكك بالبداية وتجعلك تطرح التساؤلات حول مصيرك، ولح يكون للشأن العائلي أو للعائلة دور في خياراتك أو في بعض اتجاهاتك. يمكن تلتقي بشخص بيجعلك تفكر بالغد رغم هالشي وتعيش مغامرة حاسمة تكون بداية لطريق جديد بحياتك. لا شك أنه هالشهر بيتحدث عن قصة يمكن تولد بحياة مواليد السرطان، لأنه فينوس ببرج الثور بيلتقي بميركور بالنص الأول من الشهر، يعني أول جمعتين، حتى يملي عليك اتجاه غير اعتيادي بيحمل بعض المفاجآت والبوح بالحب وربما التعبير عن الذات، بس كمان يمكن يحمل تضحية من أجل إسعاد الحبيب أو أمل جديد بلقاء أو تنازل عن حق من أجل اللقاء بمن تحب. يعني موجود لقاء وموجود قصة، بس في تضحية في تنازل. رح تلتقي بحبيب ربما إذا كنت خالي القلب أو تعيش شغف وحب كبير وتقول هيدا نص التاني يلي بعد ما لقيته لهلأ. ما بعرف إذا رح يكون هالشي دائم. بلبي القدر دعواتك وانت وهو بيوفي بوعوده تجاهك، لانه هاي السنه انت مثل ما بتعرف مصيريه. يمكن تستعذب حضور بمحيطك بريحك جدا وما بتعرف شو بتسميه، صداقه عذبه، حب صامت، اعجاب بيروي غليلك. لا شك انك تتلقى برهان عن حب او انت بتقدمه للاخر وبتعيش لحظات لا تنسى. ما تنسى انه الحب له عده وجوه، اوقات فيكون بس هيك فكري روحاني بتحب تقعد مع يلي بتحبه وتحكي انت وياه تسمعه، وهالشي بيعطيك سعاده وانتعاش كبير، واوقات بيكون له لون اخر. بيدعمك الشريك اذا كنت مرتبط، وهالشي بمشاريعك الشخصيه والمهنيه على السواء. بيصعب عليك الافتراء عنه، ويمكن تشاركه هواياته أو تغير عاداتك من أجله. مثل ما قلنا في تضحية خاصة بالأيام العشرة الأخيرة، لأنه ساتورن وهو كوكب الحب بالنسبة لك عزيزي السرطان بشكل طالع جيد مع فينوس وميركور وبيجلب لك الأحلام. إلا أنه بعض مواليد السرطان وبسبب تراجع ساتورن وبحسب تأثيره طبعا على برجك وعلى التشارت عندك بينذر ببعض التأجيل وبعض الإرباك بحياتك العاطفية. يمكن صورت لك الوضع وصرت تفهم شو عم بيصير وشو هو الجو عامة والإشكالات وشو لازم أنت كيف أنت لازم تتصرف.